الشريفين، بتشرف باستضافتك على سبورت 360. في البداية طبعاً أول سؤال، هو سعودي من دولة تحب كرة القدم، بعدها كرة السلة واليد، وبعدين هو الشخص المؤثر والأكثر تأثيراً في لعبة السكواش، شو جاب هذا الشيء على بالك؟ يمكن شوية غيرة. كان تعرف أنا أحب السكواش من أنا صغير. عمي كان عنده ملعب في بيته، كنا نلعب معه من يمكن أنا عمري 9 سنوات 10 سنوات، ألعب مع عمي بالعزيز. وشوف بالكويت كان عندهم بطولات وقطر عندهم بطولات، فسألت سؤال ليش بالسعودية ما عندنا بطولة؟ فكانت غيرة للبلد إنه جيراننا عندهم ليش إحنا ما عندنا؟ فجبت بطولة عام 2005. وبعدين من فضولية أنا أحب، يعني شفت إن ليش السكواش مش سوا مش مثل البطولات، مش مثل التنس أو حتى البادمنتون وهذا، وهذه كانت البداية. طبعاً زي ما هو معروف الآن المصريين هم المروج الأكبر للعبة في المنطقة العربية. لأي درجة تتوقع هذا الشيء ممكن يأثر على دول أخرى؟ لأن حتى الآن هي محصورة بالمصريين، يعني عم نشوف أردني سعودي مغربي عم يدخل بالمجال. في الحين كمان كن طبعاً مش من 20 الأوائل، من 50 الأوائل، وهذا طبعاً كمان شيء نشتغل فيه بالنسبة، يعني 50 من 400 أعتقد شيء مشرف. شوف ال أعتقد كل ما الناس يشوف الرياضة، إذا أنت واحد صغير وشاف الحين مثلاً إحنا في دبي، هيجوا طلاب من المدارس يتفرجوا، يشوفوا واحد مصري، يعرف إن لهم مستقبل فيه. بس لما تكون الرياضة ما هي منشطة داخل الدولة، واحد ما يعرف إلا كورة 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 كورة، لكن لما يصير في رياضات ثانية وبالحجم اللي إحنا قاعدين نسويه هنا، أعتقد هذا يعني يدعم مستقبل جديد. مسألة الانتشار مهمة كثير من المسألة الأولمبية، معظم الرياضات بعض الناس ما بيعرفوا عنها شيء إلا بالأولمبياد، يعرفوا أبطالها بالأولمبياد. شو اللي بيمنع السكواش تنضم؟ كثير ناس بتسألوني نفس السؤال، إنه اسأل ليه السكواش. تعرف احنا البروفيشنال سكواش أسوسيشن، فاحنا مسؤولين على البطولات المحترفين. الأولمبيكس من ضمن الاتحاد سكواش العالمي دبليو اس اف، وصراحة هم فشلوا كذا مرة، يعني هو المرة الأخيرة اعتقد وصلوا لمرحله ممتازه، كان يعني يمكن احسن شانس للسكواش انه يفوز ل 2020 في طوكيو. لكن تعرف صارت الديباجه مع اسم المصارعه صح رسل، وشالوهم بعدين رجعوهم، فطبعا الكل صوت للرسل، فاعطونا فرصه. لكن المشكله وانا ما اقولها علنا عشان قايلها بوجهه، وطالبين احنا نغير هيكل الاتحاد. المشكلة أن رئيس الاتحاد عنيد وما يسمع لأحد، وطرد اللي كان يسوي البرزنتيشن كويسة وراح بنفسه وفشلنا. فإن شاء الله إحنا عندنا اجتماع بالإي جي إم، عشان أنا كمان رئيس الاتحاد السعودي، فعندنا اجتماع عاملين إمرجنسي جنرال ميتنج يعني في الشهر الجاي، وإن شاء الله نعيد هيكل الاتحاد العالمي للسكواش، وندعم ان شاء الله يعني يكون عندنا فرصه ل 2024 ان شاء الله. احنا بنصف عام 2016 لنهايه عام 2017، شو اهم التحديات او الاهداف اللي تركزوا عليها حاليا بالنسبه للمحترفين؟ نعم. احنا تعرف انضمينا، كان في اتحادين سيدات الدبليو اس اي والبي اس اي كان رجال. السنه الماضيه صرنا اتحاد واحد، فواحدة من أهدافنا طبعاً إنه نرفع مستوى السيدات التور حقهم لنفس مستوى الرجال، ومنها المواسرة بالتعرف الجوائز المالية. وأصلاً السنة هذه البطولة هذه السيدة اللي بتفوز بيكون أعلى جائزة مالية بتاريخ السكواش للنساء، حتى تقريباً دبل اللي كانوا ماخذينه من قبل. فالحين 2017 هذا هدفنا، احنا سوينا الميديا، الحين صرنا منتشرين فوق 145 دولة تنقلنا منها في الخليج العربي وال يعني الشرق الاوسط وافريقيا، بي ان سبورت احنا لايف عليهم في اوروبا في كل محل الحين. فهذا اللي كان الاساس. فمن الحين لغاية 2017 نبغى نجيب داعم، يعني بيج سبونسرشيب ورانا ان شاء الله، ونفس الشيء ندعم ونرفع شو اسمه البطولات السيدات تقريبا نفس المستوى للرجال. بعد الانجازات المصريه الاخيره، صار في حمله على تويتر وفيسبوك في اخذ وعطاء بين النجوم،
ينتقدوا الاعلام المصري انه ما دعم اللعبه كما يجب وبيدعم العاب ما بتحقق نجاحات. مثلا الانفاق كله على لعبه كره القدم في حين من عام 1990 مصر لم تشارك في كاس العالم. فهناك هذا النقاش، هل تشعر انه مساله اعلام فقط ولا مساله اتحادات رسميه والدعم؟ هي صراحه مساله الكل. يعني انا مره لما سويت بطوله بالسعوديه واحد صاحب يقول لي كيف تسوي بطوله ما تخبرونا؟ طب انت ليش انا اخبرك؟ انت صاحب، انت مفروض تعرف الاخبار هذه. هو في الاتحادات تكون عندها كمان شويه ضعف، وبنفس الوقت الصحافه ما هم متعودين يكتب عن هذا ويكتب عن هذا. بعدين يمكن عشان احنا ما عندنا مشاكل بالسكواش وما يحبوا يكتبوا عنها وما يحبوا يضربوا يضربوا فلان بالثاني. اعتقد هو هو الاثنين، بس مش بس في العالم. مثلا نشوف في بريطانيا، يعني انا مثلا هذا نيك ماثيوز جنبنا هنا، نيك ماثيو مع جيمس ووستروب فازوا، هو فاز دبل جولد، اخذ جولد بال شو اسمه بالميداليه الذهبيه بالكومنولث جيمز كان وقتها بالهند، وفازوا كدبلز يلعبوا دبلز بالسكواش واخذوا جولد. ما حد كتب عنه في بريطانيا، بي بي سي بس حطت خبر بسيط. ليش؟ يعني مش وايامها ما تقول انه مثلا بريطانيا عندها الميداليات، وعندكم اثنين فازوا والبنات كمان فازوا، ما كتبوا عنها. كل رياضه بتحاول تفوز بمنطقه، شو المنطقه اللي حابب انت تفوز فيها؟ المنطقه الجغرافيه في العالم؟ شوف يعتمد. مثلا السيدات انا اعتقد عندهم نمو كبير حيكون في اسيا. اعتقد لو دخلنا الصين ودخلنا الصين بقوه ال شو اسمه السكواش للنساء للسيدات يكبر في اسيا. والحين اوريدي اصلا هو عندك في ماليزيا نيكول ديفيد، يعني بطله اكثر من اي رياضي يمكن عندهم اياها، مشهوره كثير هناك. في امريكا بدينا نكبر اصلا، يمكن من اسرع رياضات نمو في امريكا. وحتى لما انا بديت 2005 كان الجوائز الماليه للبطوله السعوديه تقريبا البطولات في امريكا، والحين الجوائز الماليه في امريكا تعدت المليون دولار. ف انا ابغى يكبر في كل العالم، ما ابغى اركز على منطقه واحده، ابغى يكبر في كل العالم، ابغى يكبر هنا عندنا في الخليج العربي. السكواش يعني ملائم بالنسبه لنا، اولا اندورز تقدر تلعب طول السنه، ما تحتاج مي تسقي شو اسمه الحشيش وهذا، فملائم بالنسبه لنا. ان شاء الله الخليج العربي، ان شاء الله يكون عندنا يعني كخليج يكون واحد يطلع من العشره الاوائل. ايش توقعاتك لمستوى بطوله دبي؟ والله انا حاطط يعني من ناحيه اعلاميه ما شاء الله الكل صار عارف عنها، فاعتقد الكل عارف احنا جايين على دبي وجايين بقوه، وهذا شيء يعني مبسوطين منه. اللعب عندك طبعا الثمانية الاوائل من الرجال والثمانية الاوائل من السيدات، فمن اول ماتش هو صلح. هل هي خطوه استراتيجيه؟ يعني حنشوف بطولات اكثر في المنطقه؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني حتى لو ما كانت مثلا بطولات، طبعا بالحجم هذه بطولات صغيره، لو الاتحادات هنا في الخليج العربي تعمل بطولات صغيره ل 15,000 دولار 20,000 دولار، هذه تعطي اولا تعطي رانكينج بوينتس للشباب الخليجي، وبنفس الوقت تخليهم يحتكوا، مش على طول يروح يحتك مع واحد رقم 20 في العالم، يروح يحتك مع واحد رقم 150 مثلا، فتعطيهم كذا نبذه عن ايش هو البروفيشنال سكواش ويقدروا يكبروا معنا. فانا اتمنى ان الاتحادات بالخليج العربي يصير عندها بطولات صغيره وهدفها بطوله كبيره في اخر السنه. نفتخر باستضافتك وشكرا كثير لك. شكرا لك.